الماس والليت اللي فلويد يعني المفروض تقريبا الباك يبقى اكسبوز مع مع الاغذيه اللي فلويد المفروض في الامتحان ما ينفعش يبقى اكسبوز كده اكسبوز غير في الفطار المفروض الباك كله عشان لو في عضله سوليد تمام بس هي الفكره عضله الاغذيه اللي فلويد تبقى ظاهره طبعا امبرسنج شويه واحنا في امبرسنج ومحرج شويه العيان وغير ملائمه بس في برايفسي في العياده لازم ايه يبقى العيان اكسبوزد كويس الاكسبوزد ده سوليد ولا ليه فلويد اول حاجه بنشوف في الانسبكشن في الانسبكشن بنعلق على المكان الاول مكان انا شايف السولينج بشوف المكان بتاعه فين المكان اللي هو البارت في ذا نيك تمام يبقى ده السايد بتاعه السايز تقريبا قد ايه تقريبا السايز يعني سايز اوف ذا اودينس تمام الانسبكشن طبعا مش عارف اقيس مش معايا مزور فالبربيشن لو معاك مزور هتقيس افضل تمام يبقى كده عملنا على السايد وعملنا ايه على السايز بتاعه الشيب بتاعه تقريبا جلوبلر شيب او راوند شيب تمام السيرفيس يعني اباراند كده هو سموث مفيش نيدلرتي تمام بنشوف طبعا الايدج والكونسيستنت دي بتتحس في البروبيشن مش نعلق عليهم في الانسبكشن بنعلق بقى على السكن السكن ريليشن للسبلنج بنيجي نعلق على السكن نعلق ثلاث حاجات عشان مش نسيها بنعلق على المالجنسي يعني علامات المالجنسي او علامات لو في تروما او علامات الانفلميشن الانفلميشن يعني مفيش ريدنس مفيش دايليتد فينز لو في مثلا يعني السر لو في مالجنسي لو في السر لو في فيسرا لو في ساينس لو في انفكشن في ساينس في فيسرا تاني حاجه في تروما في مثلا تروكال ديوبسي في انسجن في سكور كده احنا علقنا على السكن تاني حاجه بنعلق عليها ريليشن للمس للمصر طبعا غالبا المس دي تماما ريليتد ايه للترابيزيس فالغالب عندي يعمل كونتراكشن يرفع كتفه 90 درجه تمام انت شايف الماس الماس هنا زادت اكتر مور ابارنت ولا اختفت؟ بقت مور ابارنت يبقى ما فيش الترابيزيس تمام تاني حاجه لو احنا بقى لو انا عندي اكسبوز كويس بشوف السيلز بشوف السيلز فلوت دي ليفل 5 ايه وليفل 5 بي اللي انت مفيش ليفل فود هنا ظاهره معايا بالانسبكشن لسه ما لسش العيان ونشوف الاجزاء اللي فيهم مفيش ليفل فود ظاهره كده خلصنا ايه الانسبكشن نيجي بقى بالبيشن البيشن كل اللي احنا عملناه في الانسبكشن هنعيده في البيشن ايه ونكونفيرم طبعا طبعا نتاكد من السايت والسايز بتاعها بقى بنوصل نقيس السايز بتاعها نشوف السيرفيس بالفلات ذا فينجر السيرفيس عندي سموث اهو مفيش مشكله فيه السيرفيس سموث تمام بشوف الايدج تمام السايد اوف ذا فينجر الايدج هنا ويل ديفايند في جميع الاتجاهات ويل ديفايند الاتش كلها هو ديفايند معايا هو ديفايند وسليبري مع بعض ماشي ودي غالبا سليبري دي غالبا ايه ليبوم ثاني حاجه بشوف عشان اعرف ان سليبري بعمل ايه بحرك هنا سليبري معناها ان هي كابسوليتد وسوفت بتمشي في وسام كوتنس فبتمشي قدام يعني فولس وترو كابسول هي فيها كابسوليتد في كابسول فولس وترو كابسول فولس وترو ازاي كمان اللي الفولس والترو بيعملوا وفي بلين وفي بلين تخلق قدامك زي بس بتمشي قدامك زحمه تمام يبقى كده احنا علقنا على الايدج والسيرفس والكونسيستنسي انا بعمل فلات بثبت الناس بعمل في سنسيشن بالفلات فينجر انت سوفت ممكن يكون فيها فلوت يعني ممكن يبقى فيها فلوت ممكن فيها لا فانا عامل فلكتويشن تيست فلكتويشن تيست هي السايز بتاعها كبير فانا عايز اثبتها كويس اثبتها كويس باربع فينجر قدام وورا كده ثبتها وبحط 70 في النص في على الايدج سكاب في النص تمام وبضغط بصابع الصابع ده بيلد لجوه بيخش لجوه تمام والتاني بيرتفع معايا طبعا لو انا عامل حاجه فيلم زي دي كده بضغط مفيش حاجه بتتحرك حاجه فيلم حاجه سوليد كونتنت اما الفلكتويشن ده بيبقى اكتر في الفلويد او في سوبر فلكتويشن في الليبوم اللي هم على الليبوم على هي سوليد بس فيها سوبر فلكتويشن هو ده انا بسمي الكونسيستنسي سوفت يعني هي سوفت اهو سوفت ماشي السوفت ودي عامل سوبر فلكتويشن خلاص 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 تمام تمام بشوف بقى التمبريتشر يعني بشوف الحراره كده بالداك سبنجر وبشوف الفولات بتاعته مثلا نورمال سكين بحسه بشوف تندر مس وانا بفحص كده ببص على العيان اشوف فيه تندر مس بايه؟ وانا بعمل اكزامينشن عادي خالص في اي وقت ببص على وش العيان عشان في بين ولا تمام؟ كده انا فحصت الايه؟ الماس وعلقنا عليه كان في كابتن بشوف ايه هنا؟ بشوف ايه ماشي ما دي انا بحس بالتندر مس انا بفحصه كده سواء بفحص كده او كده بشوف بعين ابص العيان يعني باخد لقطه كده وش العيان واشوف في بين ولا كده انا علقت على المس فاضل بقى الريليشن ليها تمام طبعا مفيش فيش مصايد هنا يعني هنا دي مش هتبقى مصايد في هنا يعني مثلا مش هقول كح مفيش فيش ولا هتبقى مصايد في هنا جوسين تمام وهي مش بالسيتنج فما فيهاش سبيشال مصايد تمام تابع بعلق بقى على الريليشن للسكن حاجه بعمل بنش عشان اعلق على السكن بعلق ثلاث حاجات اول حاجه بعمل بنش طبعا هنا السكن هنا سك والماس كبيره وعامله تنس عليه فمش عارف امسك السكن كويس تمام يبقى في طريقه ثانيه انا اعمل بوشنج او مثلا او بثبت الطريقه الثانيه برضه افضل من البوشنج انا بثبت الماس واعمل جلايدنج الجلد الماس ثابته في ايديها والماس الجلد بتزحلق كويس معايا ده معناه ايه؟ تبقى التاتش الاوفر لا بس مش اسيست
يعني اي بس في الدنيا ممكن تبقى تاتشد لو حصل فيها فيبروزس لو حصل فيها انفكشن اف مثلا اللي هو حصل فيها انفكشن هتلزق في الجلد حصل فيها هيموريج حصل فيها مثلا ادهيجن فيها فيها اتخبط فيها ونزفت والبلاد عمل في البوزس فبتلزق يعني ممكن لو لو ما حصلت في السكن هتلاقي لها سبب يعني مثلا في العادي هي سليبر السكن مش هي مش سبيشس سبيشس ما في بقى نكتب يعني هي دي كلام مش اتاتش للسكن لا مش السكن معايا كله رايح كله رايح جاي معايا تمام في برضه انا عايز فكي تاني انا بزق الماس انتوا شايفين حاجه في الجلد دخل في جوه اصلا لا تخيلوا لو لو الجلد لو الجلد دي لازقه في الماس وانا بزق الماس في الجلد مش الجلد دي هتتاخد جوه تعمل ديمبلينج او تسلم هي بقى كده السكن فري ثاني حاجه بخلي العين يعمل كونتراكشن مصر هشوف الماس دي لازقه في المصر ولا لا يعمل كونتراكشن مصر بحرك الماس بحرك جميع الجهات وبعد كده ايه مش هتاخدش ده مصر اخر حاجه بقى اشوفها ايه الليمف نود طبعا الاجزاء الليمف نود طبعا دي ممكن مش تعملها خصوصا هي بناين ليجن ومش بتعمل بس لو انت ربط اعملها فهي على لسه بتبقى اكتر حصل كده كده خلاص الابره شكرا.